محمد، ومساء النور على ضيوفك الكرام وايضا كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص ساعات قليله وتنطلق اولى مباريات النادي الاهلي في بطوله الدوري الموسم الجديد لهذه البطوله، موسم 2017-2018، واللي اكيد بدايه هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز وتكون دفعه قويه ودفعة مميزة نحو مواصلة المشوار للوصول للبطولة رقم 40 في تاريخ بطولات النادي الأهلي، بالتحديد في بطولة الدوري، عشان إن شاء الله النادي الأهلي يوصل للنجمة رقم 4 على التيشيرت الخاص بلاعبي النادي الأهلي. لكن خليني أقول لك إن إحنا دلوقتي متواجدين في الأوتيل الخاص بلاعبي النادي الأهلي والقريب جدا من ملعب مباراة، ملعب استاد السلام، واللي هيتقام عليه هذه المباراة أولى مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري. خليني أقول لك إن الفريق مستعد بشكل جيد جدا، في حالة من الجدية الواضحة جدا على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. طبعا الفريق وصل لمقر إقامته قبل أو امبارح بالليل بالتحديد عقب المران المسائي للفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة. فور وصول الفريق كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين، طبعا اتكلم فيها اكيد على اهمية هذه المباراة واهمية ان الانطلاقة تكون قوية بالنسبة للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين يا محمد، دايما اي انطلاقة في اي بطولة بتبقى مهمة جدا لاي فريق عشان يكون عنده دافع معنوي وحافز معنوي لمواصلة المشوار بنفس الكفاءة اللي ان شاء الله يبتدي بها النادي الاهلي. ايضا كان في بعض التعليمات المحددة من كابتن حسام البدري للاعبين وبعض الواجبات والاسلوب التكتيكي اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراة. بالنسبة لكواليس الفريق النهاردة، يمكن النهاردة الفريق كان في ليه ميعاد على الفطار في تمام الساعة 10:30 صباحا، تلاه طبعا ميعاد الغداء بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في تمام الساعة 2 ظهرا. هيكون في محاضرة أخيرة من قبل الكابتن حسام البدري المدير الفني للاعبين قبل تحرك الأتوبيس، وبالتحديد هتكون في تمام الساعة 6 مساء، بالتالي هتحرك الفريق في تمام الساعة 6:15 مساء عشان يوصل لاستاد السلام قبل بالظبط 1:30 من بدايه هذه المباراه اللي هتكون او هتنطلق في تمام الساعه 8:15 مساء على استاد السلام. اكيد المحاضره الاخيره للكابتن حسام البدري هيستقر فيها على التشكيل بشكل كبير جدا اللي هبتدي به هذه المباراه. لكن خليني سريعا يا محمد اقول لك التشكيل المتوقع اللي هيبتدي بيه النادي الاهلي مباراه اليوم، واللي هتشهد طبعا ظهور اوجه جديده بالنسبه للنادي الاهلي او صفقات جديده ممكن تبتدي هذه المباراه. بالتالي خلينا اقول لك التشكيل هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، ناحيه الشمال هيكون حسين السيد مؤكد لان هو الظهير الايسر الوحيد المتواجد في قائمه ال21 اللي اختارها الكابتن حسام البدري بالامس. طبعا هيكون المساكين رامي ربيع، عوده سعد سمير النهارده هتكون شبه مؤكده لدفاع النادي الاهلي بعد غيابه لفتره بسبب الاصابه. هيكون ناحيه اليمين هيكون احمد فتحي، امامهم اثنين في نص الملعب سواء حسام عاشور او عمرو السوليه. الثلاثي صناع العاب النادي الاهلي النهارده هيكون عبد الله السعيد، احمد الشيخ طبعا عودته للنادي الاهلي هذا الموسم وهو هداف الدوري الموسم الفات مع فريق مصر المقصه، ايضا هيكون متواجد وليد سليمان وصفقه النادي الاهلي الجديده وليد ازارو اللاعب الدولي المغربي اللي هيقود النهارده هجوم النادي الاهلي. ده التشكيل الاقرب يا محمد اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري النهارده. خليني اقول لك طبعا هيكون ايضا متواجد في دكه البدلاء، يعني ابرز العناصر ممكن تكون متواجده ممكن يكون هشام محمد لاعب النادي الاهلي الجديد، وايضا اسلام محارب هيكونوا بشكل كبير متواجدين في دكه البدلاء الخاصه بالنادي الاهلي النهارده تحسبا لاحتياج الجهاز الفني او كابتن حسام البدري تحديدا للدفع بيهم في اوقات مختلفه بالمباراه على حسب طبعا سير احداث المباراه. لكن بشكل عام ايضا خلينا اقول لك يا محمد ان المباراه جايه في توقيت مهم جدا، ويمكن الجهاز الفني كابتن حسام البدري وجهازه المعاون واللاعبين بشكل كبير واخدين مباراه طلائع الجيش كبروفا مهمه جدا قبل مباراه اكثر اهميه امام فريق الترجي التونسي في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون اول مباراه ان شاء الله يوم 16 باستاد برج العرب بالاسكندريه، والمباراه الاخرى او مباراه العوده هتكون في تونس باستاد رادس يوم 23. بالتالي الجهاز الفني واخد المباراه دي بمنتهى الاهميه طبعا، بتحديد مباراه طلائع الجيش النهارده عشان تكون بروفا مهمه جدا، واكيد نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه جيدة
جيده النهارده عشان يكون دافع معنوي مهم جدا قبل مباراه الترجي التونسي في دور الثمانيه، واللي يمكن الجهاز الفني واللاعبين مركزين في البطوله دي بشكل كبير جدا، بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هي يمكن غايبه عن النادي الاهلي بقالها فتره مش قصيره اكيد، لكن نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده بمباراه طلائع الجيش ان شاء الله. النادي الاهلي واخد او مقسم الدوري لمراحل، المرحله الاولى هي مباراه النهارده اللي هيتخللها مباراه الترجي التونسي او مباراتي الترجي التونسي، بنهايه طبعا بمباراه الاسماعيلي في بطوله الدوري واللي هتكون قبل توقف بطوله الدوري عشان المنتخب ان شاء الله يشارك في تصفيات المؤهله لكاس العالم والمباراه المصيريه امام منتخب الكونغو. بالتالي هي دي المرحله الاولى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، واللي بيحاولوا من خلالها ان هم يخرجوا بيها باكبر قدر من المكاسب، سواء النهارده الفوز على فريق طلائع الجيش، ومن ثم ان شاء الله مواصله المشوار الافريقي والفوز على فريق الترجي التونسي والتاهل لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. لو في اي استفسار محمد اتفضل.